مشبول بحب الناس وبدمها ماتوا تزهورك تما زرعوا بقلوب ولادهم هواك الما بيموت في أرض الخضرة والنعمة عم نسمع أحلى نغمة نغني صداها بعيد بتبشر من جديد بالجيل البد ويبني بسواعد سمرة بتعمر وبتكبر بأهلها بتكبر. صباح الخير لكل المشاهدية الإخبارية السورية وين ما كنتوا عم تتابعونا. حلقة جديدة عم نطلع عليكم بها الصباح ببرنامج صباحنا غير أكيد بمواضيع عديدة ومتنوعة وضيوف أكيد رح يقدموا لنا كل الفائدة. صباح من صباح جديد أكيد منبلشوا مع بعض حامل معه طاقة إيجابية حامل معه كل الخير والسلام والمحبة لكل المشاهدين يا رب. تحيتنا أكيد الأولى والأخيرة لأبطالنا أبطال الجيش العربي السوري الله يحميكم يا شباب. من جديد يسعد صباحكم مشاهدينا وصباح الخير لك نور. يسعد صباحك ليا وصباح الخير لجميع مشاهدي الإخبارية السورية وين ما كنتوا عم تتابعونا. رحلتنا الصباحية بلشت تتضمن مواضيع عديدة وضيوف كتار ونشاطات وفعاليات من جميع المحافظات السورية. وتحيتنا بالبداية دائما لرجال الحق رجال الجيش العربي السوري. فاصل صغير وبنبتدي رحلتنا الصباحية هي لليوم. مثل العادة يا نور أكيد بداية صباحنا منبلشوا بالأخبار المنوعة ورح نبلش مع أحدث الدراسات والأبحاث وخصيصا من مركز يوروب ميديا للدراسات البيئية التي أشارت إلى أن عينات من مياه الشرب من الصنبور في جميع أنحاء العالم ملوثة بألياف بلاستيكية، في حين نشرت صحيفة The Guardian البريطانية تقريرا حصريا يظهر نتائج هذه الدراسة التي تدق ناقوس الخطر كي يسرع العلماء بإجراء بحوث عاجلة حول الأثار الصحية المترتبة على ذلك. ليا وجد العلماء أن 83% من العينات الملوثة حيث كانت الولايات المتحدة بالمرتبة بأعلى مرتبة بنسبة التلوث، حيث وصل نسبة التلوث ل 94% من مرافق مختلفة بما في ذلك مباني الكونغرس الأمريكي ومقر وكالة الحماية الأمريكية. كذلك حققت كل من لبنان والهند أعلى معدلات التلوث بعد الولايات المتحدة الأمريكية. رح ننتقل لخبرنا التالي يا نور وإلى عالم القدرات والتحدي، حيث تمكن متسلق الجبال الإيراني محسن بوقاسم وللمرة الأولى من تسلق القمة الثلاثية بجبال الألب في شمال شرق إيطاليا، علما أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة. وكان قاسم استطاع الصعود إلى قمة جبل علمكو في إيران. ليا كما استطاع الوصول لقمة الثلاثية لجبال الألب التي يبلغ ارتفاعها 550 متر والجدار المعروف بمارمولدا بارتفاع 950 متر في شمال شرق إيطاليا، وقد سجل رقم قياسي جديد في مجال تسلق الجبال للمعوقين. وهلأ نور رح ننتقل لخبرنا الأخير ونهاية الأخبار لليوم من اسكتلندا، حيث تعهدت الحكومة بالتخلص تدريجيا من سيارات البنزين والديزل وعربات النقل بحلول عام 2032، أي قبل 8 سنوات من الهدف يلي وضعته الحكومة، حيث تم وضع مشروعات تجريبية لتشجيع اقتناء السيارات الكهربائية. ليا أما بريطانيا فقد أعلنت أنها ستتوقف بإنتاج سيارات البنزين
البنزين اعتبارا من عام 2040 لخفض مستوى التلوث، وهناك خطط شبيهة قامت بها فرنسا ومدن مثل مدريد، وذكرت الحكومة أن التزام بهذه الخطوط ضرورة نظرا للتأثير الذي يمكن تفاديه على نوعية الهواء السيء التي يعاني منها الناس صحيا. ومن بعد هالجولة المنوعة خلينا ننتقل ونشوف مع بعض شو تسجل بمثل هاليوم. لكل يوم أحداثه وأخباره، منها ما يكون بصمة في سجلات التاريخ وأخرى تمر مرور الكرام دون أي أثر يذكر. في مثل هذا اليوم من العام 1791 إطلاق اسم واشنطن رسمياً على العاصمة الأمريكية. في عام 1827 الأسطول المصري بقيادة إبراهيم باشا يصل إلى ميناء نافارين باليونان. وفي مثل هذا اليوم من العام 1876 صدور العدد الأول من جريدة الأهرام كصحيفة يومية. وفي عام 1881 بدء الثورة العرابية في مصر بقيادة أحمد عرابي، عندما توجه مع قادة الجيش المصريين إلى قصر عابدين في مقر إقامة الخديوي توفيق لعرض مطالب الأمة في الحكم الرشيد. وفي مثل هذا اليوم من العام 1892 الفلكي الإنجليزي دكتور برنارد يكتشف قمر خامس تابع لكوكب المشتري. وفي عام 1948 الإعلان عن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية المعروفة بكوريا الشمالية، وهو اليوم الذي اتخذ يوماً وطنياً. في عام 2013 متحف فان كوخ يؤكد أخيراً أن لوحة الرسام فينسنت فان كوخ المسماة غروب الشمس في مونغامور أصلية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 الملكة إليزابيث الثانية تحطم رقماً قياسياً في اعتلاء عرش بريطانيا، وذلك لمدة 63 عام وسبعة أشهر وثلاثة أيام. وفي عام 2016 كوريا الشمالية تجري تجربتها النووية الخامسة التي اعتبرت الأكبر حتى هذا التاريخ. ومن أبرز الشخصيات التي أبصرت النور في مثل هذا اليوم من العام 1828 ليو تولستوي أشهر الأدباء الروس. أما أبرز الوجوه التي غيبها الموت عن عالمنا في مثل هذا اليوم من العام 1941 هانس سبيمان طبيب ألماني حصل على جائزة نوبل في الطب عام 1935. صباحنا لسه بأول، ويمكن سوا نشهد خلال ساعته القادمة على أحداث اتغير مجرى التاريخ. نهاركم سعيد. ليا شخصيتنا لليوم زرعت بذر التسامح والسلام بجميع كتابات. مين هي شخصيتنا لليوم؟ خلونا نتعرف عليها بالتقرير التالي. ليو تولستوي أديب روسي من مواليد 9 أيلول عام 1828، يعد من عمالقة الروائيين الروس، ومصلح اجتماعي وداعية سلام ومفكر أخلاقي، وهو أيضا من أعمدة الأدب الروسي في القرن 19، والبعض يصنفه كأعظم الروائيين على الإطلاق. في أيلول من عام 1844 قبل تولستوي طالباً في جامعة كازان كلية اللغات الشرقية قسم اللغتين التركية والعربية، واختار تولستوي هذا الاختصاص لسببين: الأول لأنه أراد أن يصبح دبلوماسياً في منطقة الشرق العربي، والثاني لأنه مهتم بآداب شعوب الشرق. بعد تقاعده من الخدمة العسكرية سافر إلى أوروبا الغربية وأعجب بطرق التدريس هناك، ولما عاد لروسيا بدأ في تطبيق النظريات التربوية التقدمية، فأنشأ مدرسة خاصة لأبناء المزارعين ومجلة تربوية شرح فيها أفكاره ونشرها بين الناس. وكذلك اختلط تولستوي بالمزارعين ودفع عنهم ضد المعاملة السيئة من جانب ملاك الأرض. أشهر أعماله روايتي الحرب والسلام وأنا كارينينا، وهما يتربعان على قمة الأدب الواقعي، فهما يعطيان صورة واقعية للحياة الروسية في تلك الحقبة الزمنية.
كفيلسوف أخلاقي اعتنق أفكار المقاومة السلمية النابذة للعنف، وتبلور ذلك في كتاب مملكة الرب داخلك، وهو العمل الذي أثر على مشاهير القرن العشرين مثل المهاتما غاندي ومارتن لوثر كينغ في جهادهما الذي اتسم بسياسة المقاومة السلمية النابذة للعنف. في 20 تشرين الثاني عام 1910 توفي تولستوي في قرية ستابو في محطة القطار بعد هروبه من بيته وحياة الترف عن عمر ناهز 82 عاماً. على كل متمدن في العالم أن يقول لي وطنان، وطني الذي أعيش فيه ووطني الأم سوريا. ربما هي ليست رسالة مهرجان طائر الفينيق المسرحي 9 لهذا العام فقط، بل هي رسالة كل سوري في كل أصقاع المعمورة. فبرعاية وزارة السياحة والثقافة افتتح في 7 أيلول على المدرج الروماني في حديقة تشرين مهرجان طائر الفينيق 9. لنحكي أكثر عن فعاليات المهرجان بسرنا نرحب بسناء محمود، عضو بلجنة منظمة المهرجان المسرحي 9 لطائر الفينيق، ورهف لبوس منسقة العلاقات العامة للمهرجان. لنكون يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم. أهلا، يا صباح النور. أهلا وسهلا فيكم. بالبداية رح نبلش من عند حضرتك ست سناء، ما رح نحكي عن المهرجان بدورته 9، رح نرجع شوي بالزمن ونحكي عن الفرقة تنظيميا، نحكي عن يمكن كل النشاطات ايمت بلشتوا ويمكن وصلتوا لهي المرحلة من بعد عمر مهني طويل. ايه اكيد، هو مرق عمر كتير زمن. يعني احنا فرقتنا تأسست عام 1999، بلشت بعروض مكشوفة. العروض المكشوفة يعني بالهواء الطلق، بلشت بالبلديات بالقرى لحتى نبعد عن نروح لعند الناس لعندهم على بيوتهم في مناطق ما بتقدر تنزل على المدينة، ما بتقدر تحضر مسرح، فنحن منروح لعندها. هلأ بلشت هيك السيستم الفرقة، ضلت تشتغل على هذا المنوال لحتى يعني أخذنا موافقة بإقامة مهرجان سنوي بال2009. كان تجهز كورنيش طرطوس، كان في مكان وخرج ساحة مهرجانات. تم أول مهرجان، المهرجان السنوي الأول لمهر طائر الفينيق بال2009، واستمر على مدى 9 سنوات. نحن هلأ بال2017 مهرجاننا 9. طبعا فرقتنا ما وقفت أبدا، ما وقفت خلال الحرب على سوريا. كفينا سيستم مهرجاناتنا هو الهواء الطلق يعني المكشوف، فهيدي بشكل عام نبذة عامة عن فرقتنا. طيب خلينا نحكي عن هيدا، عن هي الدورة، كيف كانت التحضيرات، كيف كان التنسيق، خصوصا أول مرة في دمشق يقام، عادة في محافظة أخرى بيكون. هلأ بالعموم نحن فرقة، خليني أقول لك، نحن فرقة أهلية، فرقة للهواة. كل الممثلين فيها وأكيب العمل اللي نحن شايفتينا هون، يعني حتى إداريا يعني نحن مو مفرغين، يعني ما عندنا تفريغ إنه حدا عم يشتغل وياخد راتب وإلى آخره، لا، نحن جماعة مفرغين، هواية، حب لهذا العمل. لذلك أحيانا بتشوفي إنه في بعض الأمور مختلطة، يعني عضو لجنة منظمة، مديرة علاقات عامة، ممثلة، عضو لجنة علاقات، يعني في متابعات كثيرة. فهذا خلى إنه نحن نوسع عمل المسرح، خلانا أنه نحن نحب ننشر المسرح. المسرح الغاية، الأستاذ فؤاد معنا مدير الفرقة ومؤسسة، كانت غايته البداية نشر المسرح بشكل أفقي، يعني على مستوى شعبي، نروح لعند كل الناس، نحاكي كل الناس، ننشر المسرح وين ما رحنا. فكانت الدورات لحد الماضية 9، لحد 9 بطرطوس، حبينا نقول نجي على جمهور دمشق، نحاكي جمهور دمشق، نزرع فكرة ثقافة المسرح للمكشوف. يعني معودين مثلا بدمشق، معودين على مهرجانات بالمدرج الروماني، غناء، فولكلور، ومنه مسرح، بس يمكن ما صارت انه مهرجان كامل هو مسرح. هلأ خليني اقول
فقرات الشغل منشان كمان نحن نعطي حق لكل حدا. عنا نحن بيتبدل عنا الممثلين، بيتبدل عنا حتى الإداريين، لأنه هواة يعني، عرفت كيف؟ فعلى مدى السنوات الطويلة كنت أنا موجودة في عنا هون الأنسي رهف، هي شاعرة وأديبة وطالب الطب سنة خامسة ومنسقة علاقات، أي شاركتنا السنة بمهرجان طرطوس. نعم، خلينا نحكي مع رهف عن مهرجان طرطوس ومهرجان دمشق، وخلينا بالبداية نخصص مهرجان دمشق. كيف يمكن تم التنسيق وشو الفقرات يلي تم تقديمها على أرض الواقع، ويمكن كيف كان المهرجان بشكل عام؟ هلأ نحن بلشنا التحضيرات من فترة منيحة، هي نفس الفعاليات اللي قدمناها بطرطوس، جبنا الفعاليات قدمناها لهون. بلشنا بالموافقات وبالتحضيرات من قبل فترة لحتى نجي لهون يكون كل شيء جاهز. طبعاً منتشكر وزارة السياحة ووزارة الثقافة على رعايتهم لمهرجاننا، منتشكر كل الأشخاص اللي دعمونا وأمنوا لنا كل مستلزماتنا. وصلنا لهون نحن في عنا في البروشور إذا بتحبوا تشوفوه، في عنا كان بكل يوم، نحن مهرجاننا 3 أيام، باليوم الأول كان في عنا عرض مسرحي واحد مونودراما بعنوان الوطن الشهيد، باليومين الباقيين كان في عنا عرضين مسرحيين وإلقاء شعر لشاعر من هون من دمشق. أعمالنا المسرحية اللي عرضناها بهاليومين هي كوميديا اجتماعية وكوميديا سياسية سوداء، طبعا مع الشعراء اللي شاركونا من دمشق. أعمالنا مثل ما تفضلت الأنسة سناء وحكيت إنه هني هواة عم بينفذوها. هاي الأعمال اللي نحن عرضناها بدمشق كمان انعرضت بطرطوس. هلأ أقول لك نحن حسينا بشوية فرق باليوم الأول. جمهور دمشق باليوم الأول كان الحضور متواضع شوي، يمكن إسا ما كانوا بيعرفوا بمكان المهرجان، يمكن إسا ما كان تواصل الخبر للكل، بس باليوم الثاني فعلا نحن كتير كنا فخورين بهذا الحضور. كان الحضور رائع 3 أضعاف اليوم الأول، كتير الجمهور متفاعل معنا، ونحن اليوم باليوم الثالث إن شاء الله كمان بيكون مثل اليوم الثاني وأحسن إن شاء الله. أكيد نتمنى لكم التوفيق. سناء خلينا نحكي عن اليوم الأول والعرض لفرقة طائر الفينيق، وخصوصا أنك كنت عم تأدي دور البطولة. خلينا نحكي عن هذا العرض، شو اللي تميز؟ ولما تكوني مثل ما قلتي بمكان ومكان آخر، قديش في عندك مسؤولية وتحدي نوعا ما؟ يعني أنت عضو بلجنة التنظيم، كمان ممثلة وأخذ دور بطولة. هلأ هو شوفي، هو صعب الجمع بين الحالة الإدارية والتمثيل، لكن أنا بقول لك الحقيقة التمثيل بيقويكي، بيقويكي حتى بموضوع العلاقات العامة. يعني أنت بتحسي عم لما تحكي عن شيء، عم تحكي عن شيء أنت عم تعاني منه أو عم أو بدك إياه أنت كممثلة. يعني نحن كفرقة شو مستلزمات فرقتنا، شو تعب فرقتنا، شو مشاكل مثلا خلينا نقول بتعترضنا بالحياة، لهيك بتكون عندك مسؤولية أكبر أنه لازم ينجح هذا العرض. تمام. يعني أنا بعرف قديش هاي الفرقة تعبت وتحدت الظروف، فالمسؤولية بتكون أكبر لأنه أنت عم تقومي ببطولة العمل، فيعني في عليك. لا هو هو يعني الشباب والصبايا بالفرقة كلهم ما شاء الله عليهم، يعني هواتوا حلوين وبياخذوا العقل يعني. لكن كان العرض الأول اللي هو مسرحية الوطن الشهيد، يعني بتخص الوضع الحالي. احنا بنشتغل كوميديا سياسية او كوميديا سوداء على مدى سنواتنا الطويلة، حتى لو قدمنا اجتماعي منخش فيه بالسياسي. يعني بنقدم اجتماعي، بنقدم كوميدي، في اسقاطات طبعا، اسقاطات على الواقع. نحن بنقدم واقع، يعني احنا ما وقفنا، نحن بالقبل كنا نحكي سياسه سوداء، فما بالك خلال الازمه. وان شاء الله على بكره يا رب بتنضف سوريا 100% من الارهاب يا رب. بدي اقول انه الوطن الشهيد مسرحيه هي مونودراما. المونودراما هو مسرح يمكن اصعب من غيره، لانه انت لوحدك على المسرح، انت لحالك على الستيج، عم تقدمي مدة 30 دقيقة، في مسرحيات أكثر في 45 دقيقة، لكن هاي المسرحية عم تقدمي بدك تمسكي الجمهور وتابع معك الجمهور خطوة بخطوة، كلمة بكلمة. فمن هون بتيجي صعوبة الأمر، رهبة الجمهور بحد ذاتها، حتى لو كان إليك كتير زمان بتمثلي، رهبة الجمهور كتير يعني تخليك هيك لأول لحظة وقت توقفي على الستيج، أنه أنت يعني هيك عم تفكري أنه يا رب يلا
بعدين بس بلشتي بتمشي الامور تمام. نعم رهف، يمكن فقرات عديده مثل ما تفضلت وحكيت كانت موجوده بالايام الاولى والثانيه من ايام المهرجان، كيف تم حصر هي الفقرات؟ يعني بما انه هو اول مره بيقام بدمشق، كيف تم اختيار من مسرحيات ومن شعراء، كيف تم اختيارهم ووضعهم ضمن البرنامج، او شو هي الشروط يلي طلبتوها وتمت الموافقه عليها؟ هلا مثل ما قلت لك، هي المسرحيات نفسها اللي عرضناها بطرطوس حبينا نرجع نعيدها هون لانه فيها حسيتوا فيها نجاح بطرطوس. كانت ناجحه تماما، كانت ناجحه بطرطوس وفيها افكار. يعني الكوميديا الاجتماعيه اللي قدمناها باليوم الثاني هي بعنوان فيس تو فيس، بتحكي عن انشغالات الشباب بالفيسبوك بوسائل التواصل الاجتماعي وكيف بينشغلوا فيها وبيلتهوا عن دراستهم او عن عيلتهم او سواء بعلاقاتهم، علاقات العاطفية وعلاقات الصداقة. حتى الكوميديا السياسية السوداء اللي انعرضت باليوم الثاني كمان كانت بتحكي عن فصول المؤامرة على سوريا. أما بالنسبة للشعراء فنحن بنعرفهم من قبل، بنعرف قدراتهم، بنعرف أنه قادرين يوصلوا من خلال قصائدهم فكرة للشعب بمجالات متعددة، فتم اختياره. طيب سناء، خلينا نحكي قديش فعلا جميل يكون في مهرجان بالهواء الطلق مسرحي، خصوصا لدعم المسرح اليوم قبل الفنون. اليوم مثل ما قلتي يمكن ما في اي حدا يروح على المسرح ويحضر مسرحيه، قديش في يمكن دعم للمسرح دون ظروف الحرب اللي عم نعيشها، قديش في تحدي لكم لتوصلوا لاكبر عدد من الناس؟ هو تحدي كثير كبير. رح اقول لك شيء، احنا لما عملنا المسرح بالبدايه مدير الفرقه ومؤسسها استاذ فؤاد معلم كان في عنده تحدي عم يسعى انه نحن نوصل المسرح لكل الناس، عم يسعى انه نحن نقدم مسرح يحلم، عم بيحلم بانه نوصل ليوم يقدم كل يوم كل يوم عرض مسرحي ستيج باي شارع بشوارع سوريا تقدمي فيه مسرح. تخيلي هذا الحال اللي احنا بنوصل له. هلا نحن مو انه ضد الصالات، لا، بس مو حتى الصالات اليوم بعصر يمكن التطور والتكنولوجيا بتلاقي الواحد قاعد بالبيت بيحضر مسرحيه عن طريق التلفزيون عن طريق الانترنت، فهي هي الصعوبه انك تخلي شخص يجي لعندكم يحضر لو كنتوا بالهواء الطلق او توصلوا اكبر عدد من الناس عن طريق المحافظات. يعني هلا هو بالنسبه للحضور على التلفزيون او على النت او غيره، يعني هو ما بيوصل ابدا مثل الحاسيه لما بكوني مباشر مع الجمهور. هلا اللي بدي اقوله نحن جمهورنا بطرطوس السنه المهرجان التاسع تعود وصار حافظ وبيعرف موعد مهرجاننا بالثلث الثالث من شهر 8. يعني نحن يمكن بتخف الدعوات او الاعلام بطرطوس لانه بينطرونا، حتى في جمهور من خارج طرطوس بيجي بيعمل اجازته بالصيف، بتعرفي نحن على البحر، بيعمل اجازته بالصيف بالثلث الاخير من شهر 8 لحتى يكون هذا مواكب المهرجان. مواكب المهرجان، مهرجاننا بطرطوس يعني انت 5000 بني ادم قدامي حلو عم بيحضروا. يعني المهرجان عدد ايامه اكثر، هلا ثقبت السنه هيك، يعني عاده نحن عندنا في مشاركات عربيه بال2010 و2012 كان في مشاركات من خارج سوريا من 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 العراق من الجزائر من مصر، في محافظات سوريه مشاركه، يعني في كان في 7 محافظات سوريه شاركت بمهرجاننا بدءا من 2009 لحد 2016. السنه بس هي اختصر علينا، يمكن تضيق شوي الوقت علينا، كان في مشاغل كثيره وخاصه انه نحن الحقيقه لا اخفيكي اخذ من جهدنا كثير برنامج نحن كلفنا فيه كفرقه، هو برنامج توثيق الشهداء والجرحى لمحافظه طرطوس، تم تكليفنا فيه كطباعه الكترونيه يعني صوت وصوره وفيديو. فنحن حاليا كان في ضغط ومسؤوليه كبيره، احنا بلشنا فيه بال2013 يعني استنفذ جزء كبير من وقتنا، فيمكن هذا خلى انه نحدد شوي عدد الايام اقل، ما يكون في مشاركات كثير. بالعموم نحن بنطمح لنوصل ليوم وين ما تروحي ان شاء الله. سناء خلينا نحكي مع بعض، يمكن من بعد إقامة هذا المهرجان ولأول مرة في دمشق، هل رح يكون في مهرجان التاسع لطائر الفينيق في دمشق؟ ويمكن شو هي النقاط يلي وضعتوها انه السنة الجاي رح يكون موجود في هاي المسرحية او هذا العمل او هاي المشاركة؟ يعني شو هو الملخص من بعد المهرجان يلي اقمتوه بدمشق؟
هلا بطرطوس التاسع، السنه الجايه العاشر، العاشر بدمشق الاول. نعم. ان شاء الله على على قول شاعره صديقتنا قالت لي انا ما كتبت التاسع، كتبت الاول في دمشق. ان شاء الله رح يكون في ثاني وثالث ورابع وخامس باذن الله. هلا بدي اقوله نحن شوي كان عنا حتى بامور دمشق كان في ضيق وقت. ان شاء الله السنه الجاي رح نحضر بشكل اسرع، رح نحضر، رح يكون في تعاون اكثر لفرق من المنظمات الشعبية الموجودة في دمشق، الفرق الأهلية الموجودة في دمشق، يعني فولكلور، مسرح، طلائع، شبيبة، اتحاد نسائي، شو بتكون كشافة. يمكن وهذا اللي ميز المهرجان، المشاركة العديدة. يعني هي السنة كان في معكم شعراء، يعني ما اقتصر فقط على المسرح، على المسرح عم تحاولوا تتوسعوا باكثر من مجال. هلا بطرطوس كان في شعراء، هلا فيني اقول لك على عكس ما قلتي انه اقتصر فقط على المسرح والشعراء، وكان مقرر مسرح، فولكلور، العاب، مسابقات كامل متكامل نوعا ما. ايه طبعا ياخذ اكثر وقت وللناس تتعود. الناس بحديقه تشرين تفاجئت، بقول لك اني معودين يحضروا مثلا غناء فولكلور، تفاجئوا انه مسرح. يعني كثير كان الجمهور رائع امبارح، كثير باليوم الثاني. الحقيقه شيء بيشجعك بشكل دائم انك تجي وتعملي فعاليات. رهف خلينا نحكي معك كمان عن المشاركه بهيدي المهرجان. حضرتك انت منسقه للعلاقات العامه، مشاركه باكثر من مجال، قد ايه انت كصبيه صغيره في لك تحدي ومسؤوليه لما تشاركي بهيدا المهرجان على مستوى كبير وفي يمكن عدد كبير من الناس مشاركين؟ طبعا في تحديات كتير وكتير بياخد من الوقت، بس كل شيء بتنظيم الوقت بيصير، وهيدا شيء انا بحبه. يعني انا من لما كنت صغيره بحاول اكتب شعر، كنت رائده بالتعبير الادبي وبالفصاحه والخطابه مع منظمه طلائع البعث، فدائما كان عندي هذا الطموح انه انا بدي القي، بدي اكون على المسارح، رغم اني طالبه طب بشري، بس في عندي هذا الحب لوقفه المسرح. ففرقه طائر الفينيق المسرحي عطتني هذا الفرصه، فحبيت كون معهم وبلشت اشتغل مع الانسه سناء بالعلاقات العامه، ننظم الامور وبقدم كمان على المسرح. فرغم كل التحديات هيدا شيء انا بحبه، فبعمله بنظم وقتي وعم بعمله. بس نعم. بيميزكم يمكن انه انتم مجموعه من الشباب، يعني عم تعملوا طبعاً مشروع لكم خاص. نحن تقريبا عندنا بين العمر ال 14 سنه، اصغر ممثله عندنا بالفرقه 14، واكبر حدا الانسه سناء، فعندنا اعمار 17 ونص. فعندنا كثير اعمار متفاوته، دراسات متفاوته، طلاب جامعات، اعمال متفاوته، فهذا بيعطي غنى للفرقه. حلو هي التشاركيه، يعني في تنوع وتلون بالشخصيات والمشاركات والاتجاهات نوعا ما. فينا نقول برجع بقول لك هو ما له تفرغ، ما ان انت موظفه بمكان عم تاخذي راتب. يعني نحن حتى اذا بدك مو بس هيك، نحن عم نتيح الفرصه لمواهب ان عم نقدم لهم مسرح ستيج، تعوا اشتغلوا. حلو. مثلوا، الفوا. طبعا على فكره في ناس من عنا من الفرقه طلعت على المعهد العالي للفنون المسرحيه، في ناس عنا من الفرقه لاول مره بتكتب عمل نص مسرحي، وفي ناس لاول مره بتخرج نص مسرحي. انه المجال مفتوح قدامكم، هي الستيج موجود، تدربوا على ارض الواقع، تدربوا كونوا انتم. طبعا نحن بنحبهم، نحن الغايه قلت لك ما في اي غايه غير انه ننشر المسرح. على فكره بالملاحظه، يعني نحن هون كمهرجان دمشق مشكوره وزاره السياحه ووزاره الثقافه، وزاره السياحه قدمت كثير امور لوجستيه، يعني مثل المنامه وغيره وغيراته. لكن خليني اقول لك وبصريح العباره ومو مخفيه على احد، يعني على عاتق مدير المهرجان، ماديا على عاتق مدير المهرجان، ومو غلط، اصراره ارادته انه لا بدي اعمل مهرجان بدمشق، بدي اخلي الناس تشوف تجربه طائر الفينيق بطرطوس وين وصلنا، وان شاء الله رح يكون في ثاني وثالث ورابع لحتى نوصل. نعم. رهف انت شو شاركتي بهذا بالمهرجان؟ شو قدمتي؟ انا في عندي تقديم الفقره بغير التنسيق والعلاقات العامه. ما قدمتي شي شعر؟ لا السنه، لا بلكي السنه الجايه ان شاء الله. نحن كثير كنا السنه محصورين بالوقت لحتى نلحق كل الشغل اللي بدنا نشتغله، فان شاء الله السنه الجايه بيكون في تقديم شعر. طيب كرؤيه شو رح تحضري للسنه الجايه، او شو في هيك شيء ببالك انت كاتبتيه حابه انك انت تقدميه على المسرح كاول تجربه لك؟ هلا انا في بكتب كل المجالات، ف
فشو بيشوف الأستاذ فؤاد إنه مناسب نحن بنشتغله. نعم رهف وسناء نحن كتير بدنا نشكركم موفقين، وأكيد بدنا نوجه تحية لكل أعضاء الفريق أكيد، وموفقين لسنوات عديدة بالمهرجان. شكرا كتير لكم. تسلمي، شكرا لكم، شكرا للإخباري السوري اللي بتتابعنا بطرطوس وهون بدمشق. شكرا لكم. أكيد بدنا نشكركم الإخبارية السورية وبرنامج صباحنا غير دائما يمكن بيسلط الضوء على المواهب الشابة ودعم الشباب، كتير مهم اليوم ضمن ظروف الحرب اللي عم نعيشها يكون في عنا مشاريع هادفة، فبنتمنى لكم التوفيق وتحية كبيرة لكل فريقكم طائر الفنيق. أما هلأ مشاهدينا ننتقل لفقرتنا التالية، فلم تتوقف الحركة العلمية والبحث الطبي يوم واحد في سوريا، بل زادت تألقا وتميز رغم العديد من المعوقات والصعاب. فقد عقد المؤتمر العلمي السنوي 11 للرابطة السورية للأطباء الغدد الصوم في طرطوس. تفاصيل أوفى مع مراسلنا محمد حسن. انطلاقا من أهمية البحث العلمي للنهوض بالواقع الصحي في سوريا وبرعاية نقابة الأطباء، عقدت الرابطة السورية لأطباء الغدد الصم مؤتمرها العلمي السنوي 11 تحت عنوان المستجدات في أمراض الغدد الصم، حالات سريرية، التغذية وعلاقتها بالبدانة. أهميته هو مزيد من التواصل بين الأطباء المختصين من ذوي نفس الاختصاص كي يتبادلوا أفضل الخبرات العلمية وكي يطوروا أدائهم، وأنا أعلم بأنه كلهم هادفون لإيصال أفضل خدمة صحية لهذا المريض الذي ينتمي إلى هذا الوطن الصامد الذي أثبت عبر هذه السنوات الصعبة أنه يستحق الحياة ويستحق أفضل خدمة صحية. يميز هذا المؤتمر المشاركة من جميع القطاعات ومن جميع المحافظات بمحاور عدة في المؤتمر، حيث يتناول اضطرابات نشاط الغدة الدرقية سواء كان القصور أو فرط النشاط، وعلاقة الغدة الدرقية بالأجهزة الأخرى، ويتم تناول أحدث وسائل الوقاية والتشخيص والعلاج، مما يؤثر إيجاباً على خدمة المرضى والواقع الصحي. مؤتمر علمي بيبحث بأهم المستجدات العلمية اللي وصلت إلها باختصاص الغدد الصوم، وكمان هو عبارة عن لقاء اجتماعي لكل الأطباء بالمحافظات. طبعا هذا بيتيح لنا نحن نتعرف على بعض، ان نتبادل خبراتنا، وبالتالي كمان ممكن ان يعني نسمو الى الافضل دائما. لقاءاتنا العلميه هي اللي لها اكثر من بعد، البعد العلمي وهذا شيء طبيعي لكل طبيب، والبعد الاهم هو البعد الوطني، بعد اللحمه الوطنيه. نحن اليوم بهالمؤتمر اطباء من كل المحافظات السوريه، نحن عم ناكد على سوريتنا، عم ناكد على وحدتنا الوطنيه. تضمن المؤتمر جلسات طبية ومحاضرات علمية ومناقشة حلقات بحث بمشاركة عدد كبير من الأطباء من مختلف المحافظات السورية وممثلين عن الجامعات الحكومية والخاصة، إضافة لافتتاح المعرض الدوائي الذي ضم عددا من الشركات الوطنية لصناعة الأدوية. أما هلأ خلونا نترافق بجولة على أبرز الأخبار الثقافية بسوريا والعالم، والبداية من دمشق وتحديدا من مسرح الدراما بدار الأسد للثقافة والفنون، يلي احتضنت حفل إطلاق العرض الجماهيري الأول للفيلم الروائي القصير رحيل، أنشودة سوريانية ترنم للمحبة برعاية بطركية السريان الأرثوذكس. الفيلم من تأليف وإخراج حنان جوزيف سارة وإنتاج المؤسسة العامة للسينما ضمن مشروع دعم سينما الشباب، ويعد أول عمل سينمائي مدبلج للغة السريانية المحكية، يقع في الدقيق في يروي عن قصة فتاة عملت كمربية لطفل صغير وتوفيت والدتها فتولت تربيته وتنشئته ولتنشئة أخها، حتى أن والد الطفل أحبها وتعلق بها، وعندما أصبح الطفل شابا وقع في حبه أيضا، فحاولت أن توضع لهما فرق بين المحبة التي تكنها له والحب يلي بيشعر فيه تجاهها.
دمشق إلى حلب الشهباء وفعاليات اختتام كشاف سوريا الفوج الثاني، مخيم الذي استمر 7 أيام داخل معهد الأخوة في المدينة بعرض شارك فيه 300 عضو. تفاصيل أوفى بتقرير مراسلنا في حلب أنس رمضان. اختتم كشاف سوريا الفوج الثاني فعاليات مخيمه الذي استمر 7 أيام داخل معهد الأخوة في مدينة حلب بعرض شارك فيه نحو 300 من المشاركين. الحفل الختامي تضمن تحية العلم وفقرات فنية وموسيقية وتمثيلية وأخرى تفاعلية نالت إعجاب الحضور من الأهالي والشخصيات السياسية التي حضرت الحفل. تقوم هذه الفعاليات على تدريب هذا الجيل، ونحن الآن بأحوج أن نبني هذا الجيل تربية واعية من خلال تدريبه وتأهيله. اليوم نحن فرحين جدا أن اليوم عادت أن شيء اسمه الكشاف، كشاف سوريا، خاصة الفوج الثاني اللي عودنا يكون دائما بفعالياتنا، إن كان الفعاليات الرياضية وإن كان فعاليات الشبيبة، وسبق طبعا هالمخيم هذا اللي نحن اليوم كتير سعيدين بوجودنا بمخيم كشاف سوريا الفوج الثاني. وجودنا اليوم بمخيم الكشف للفوج الثاني دليل انتصار لسوريا، دليل انتصار كبير حققته سوريا على الإرهاب من خلال تواجد هؤلاء الشباب في مخيم مغلق لمدة أسبوع متواصل. سامر زيد قائد المخيم أشار إلى أن الحرب لم تثني قيادة الفوج ولا الأهالي بمتابعة المخيمات والعدد الكبير من المشاركين، الأمر الذي يؤكد رغبة السوريين بتحدي كل الظروف، مشيرا إلى الأهمية البالغة بإقامة هذه النشاطات لهذه الأجيال. فيما أكد فراس قاسمو سعيد من قادة المخيم أن القيم التي يتعلمها المشاركون هي كفيلة ببناء الجيل وبناء مستقبل مشرق لسوريا. هي فعالية من فعاليات مهمة ببناء الجيل من كافة الأعمار من خلال القيم الكشفية والمبادئ اللي بيتعلموها. يتزامن هذا المخيم مع انتصارات الجيش العربي السوري وفك الحصار عن مدينة دير الزور. هذا الانتصار وهذا التتويج وهذا الفرح وهذا التشاركية يعبر عن مدى وسعة صدر سوريا وعن مدى انتصارات الجيش العربي السوري في كافة الأنحاء. هاي المخيمات بتساعد على نقاوة جيل وإنشاء جيل جديد يعتمد يحب الوطن ويكون فعال فيه. بهالمخيم نحن نعطي أوسمة الشبل المبتدئ والشبل ذو النجم وذو النجمين، فكانت الأشبال طوال مدة الأسبوع العمل التدريبي كان على أعلى وتيرة ممكنة، كان عبارة عن محطات وألعاب وأنشطة للفئة العمرية الصغيرة، لكن اللي نحن بنعديهم الأشبال. كشاف يعني أكيد هو شيء مفيد، يعني بغير حياتك وبتنقلب حياتك 180 درجة، يعني بتتعرف على ناس جداد، بتكبر عائلتك، بصير عندك عائلة تانية كبيرة كتير كتير. وهم كتير نجمع أكتر شريحة من العالم عشان نتأكد إنه هالعالم عم تطلع بتعلم القيم تبعت الكشاف اللي هي قيم الأخلاق والتعاون. تعلمت النشاط والتعاون، وتعلمت انه نحن لازم نكون دائما متعاونين. ونحن كل فتره وفتره بنعمل مخيمات مشان نقوي شخصيه الاطفال ونشجعهم انه يتعاونوا مع البيئه ويتاقلموا معها. الحفل الختامي للتخييم يصقل ويعلم ابناء سوريا على اكتساب الصفات الجميله واهمها حبهم لوطنهم. وخبرنا التالي من روسيا، حيث اختارت وزارة التعليم الروسية 39 جامعة ومعهد لتشارك في تحقيق مشروع تصدير التعليم الروسي واستقطاب الطلاب الأجانب. وزيرة التعليم الروسية أولغا فاسيلفا قالت إن الحكومة الروسية كانت قد رسمت خارطة الطريق لمشروع تصدير التعليم إلى خارج روسيا، حيث حددت 39 جامعة ومعهد يسمح لها بتدريس الطلاب الأجانب، والمقصود بتصدير التعليم الروسي هو استقطاب الطلاب الأجانب إلى الجامعات والمعاهد الروسية وزيادة عدد الطلاب الذين يتلقون دورات أونلاين، والطلاب الأجانب الراغبين بتلقي التعليم الإضافي في روسيا والدراسات العليا.
ننتقل لخبرنا الأخير من عالم الفن السابع، فقد أصبحت المخرجة البلجيكية أغنيس فاردا البالغة من العمر 89 عام أول امرأة تحصل على جائزة الأوسكار الفخرية، وتلقب المخرجة بأم الموجة الفرنسية الجدية حسب أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة التي تمنح الجوائز. وأخرجت ضمن مسيرتها المهنية أفلام مهمة جدا مثل المشرب عام 1985 ومئة ليلة وليلة، وكذلك شواطئ أنيس في عام 2008. مع السينما منكم وصلنا لختام جولتنا الثقافية لليوم، فاصل ومنرجع. محطتنا التالية لليوم مع فعاليات ونشاطات ثقافية وفنية عم بتصير بدمشق، ومنها مهرجان الشام الأول يلي يقام برعاية وزارة السياحة السورية على مسرح دمر المكشوف التابع لدار الأسد للثقافة والفنون. ولنتعرف على تفاصيل المهرجان أكثر وشو رح يتضمن من حفلات، بصيرنا نرحب بصباحنا غير مع باسل حجولي المنسق الإعلامي للمهرجان. صباح الخير باسل. الحمد لله على السلامة. أهلا وسهلا. صباح الخير. خلينا نحكي عن مهرجان شام الأول اللي بيقام لأول مرة في دمشق. خلينا نحكي عن التحضيرات والإجراءات اللي كنتوا عم تقوموا فيها، عن المنظمين. تماما. المشروع قائم حوالي سنة، اجتمعنا نحن مجموعة من الشباب السوري، يعني بدي وجه تحية لأستاذ عصام سلوم أستاذ وسام سلوم، هنين أصدقائنا شباب. فجمعتنا رؤية أنه نحن بحاجة لتكون في شركة مختصة لتنظيم الحفلات والمعارض. شفنا ان احنا بلدنا بحاجه لهذا الشيء. صار هذا الشيء بالتزامن مع انتهاء معرض دمشق، وشفنا الاقبال الكثيف على الحفلات اللي صارت، فاطلقنا مهرجان الشام الاول بعد تعب، يعني تعب سنه كامله وتحضيرات وتخطيطات. المهرجان تضمن ليلتين، امبارح كان اطلاق الليله الاولى. ما بتصدقي حجم السعاده وقت شفنا المدرج متملي، انه اكثر من 3000 شخص متواجد معنا. وهم بدي اشكر الناس اللي دعموا هذا المشروع الشبابي، واللي هن وزاره السياحه ودار الاسد الثقافه والفنون، الاستاذ جوان قرجولي وسيد وزير السياحه المهندس بشير يازجي، بوجه لهم تحيه عبر برنامجكم. كان في كثير دعم من وسائل الاعلام السوريه والعربيه، قدرنا امبارح نكسر حاجز ونعمل خطوه انه لاول مره يكون في عندنا تنسيق عالي المستوى، تنظيم مميز من الاي تو زد، كان كل شيء منظم ومجهز. احنا تفاجأنا بالكم الكبير يعني من الناس، وكانت قد ايه فرحانه وعم تتفاعل. يعني لما خلصنا الحفله لوقت الساعه 11 تقريبا لسكرنا الحفل، فكتير كنا سعيدين بنجاح اول ليله من ليالي المهرجان، وكنا كتير محمسين. طبعا ما صادفتنا اي صعوبات صراحه، كان الامور كلها جيده من وقت التحضيرات لوقت التنفيذ لوقت انه أطلقنا هذا المهرجان. الحمد لله. باسل، قبل ما ندخل بتفاصيل المهرجان خلينا نحكي، يمكن المسرح المكشوف بدمار ما صار له وقت كتير، يمكن عاملين له افتتاح أو ضامينه لدار الأسد للثقافة والفنون، ويمكن اختيار هذا المسرح هو اختيار كتير صح وكتير صائب ومن مكانه، ولكن بما أنه المكان جديد وهيك، يمكن ليش تم اختيار هذا المكان؟ ليش تم اختيار كمان أيضا هذا التوقيت بالمشاركة بالمهرجان؟ تماما. أول شيء نحن حبينا نبدأ من صرح ثقافي اللي هو دار الأسد الثقافة والفنون. نعم. يعني أي اليوم هذا المكان له قدسيته، له جمهوره، مكان بيتسع تقريبا 3000 شخص، فلقينا نحن غايتنا بهذا المكان لأنه عدة عوامل كانت، مكان مميز فيه مساحة مهمة. التوقيت كان تزامن مع انتصارات الجيش العربي السوري، نوجه لهم التحيه لابطالنا الجيش العربي السوري. أكيد. وفوز فرقنا منتخبنا وتاهله. نعم. ان شاء الله مع معرض دمشق الدولي مجموعه من المناسبات، يعني اختتمناها بمهرجان الشام الاول، اكيد راح يكون في مهرجان الشام 2 و3، وفي تحضيرات كمان لعده امور عم تسعى للشركه. نعم. طيب خلينا نحكي عن المؤتمر الصحفي قبل الافتتاح، كيف كان المؤتمر الصحفي للفنانين؟ كنتوا مواكبيننا، نحن كثير كنا خطوه، يعني نحن اخترنا الفن بهذا التوقيت. بدي اقول لك شيء، الفن اساسه كان من سوريا، وانطلقنا اليوم اذا بنرجع شوي بالتاريخ لورا بشوف اغلب الفنانين صباح وديع الصافي كانوا يجوا على الشام مشان يسجلوا اغانيهم ومشان ينتشروا. فنحن اليوم رسالتنا كشركه انه اليوم نحن قادرين نرجع هذا الشيء، لانه دمشق هي بوابه الفن.
انت ما بتتخيل كان في كم كتير كبير من الصحافه العربيه. نحن بحاجه هيك شيء اليوم لندعم الفنان السوري. طبعا بدي اضيف شغله انه نحن اخترنا بدايه انطلاقه شركه تكون مع فنانين سوريين لندعمهم ولنخليهم يشاركوا فنانين مع جمهورهم. سوريين شباب اليوم تماما بحاجه لدعم، يعني كل حدا بمكانه. يعني اليوم بوجه التحيه للفنان محمد المجذوب، للفنان عبود برمده، للفنان راح يكون معنا نصيف زيتون. كل حدا اخترناه بمكان معين، يعني عملنا دراسه جماهيريه كل حدا لون كل حدا. حتى سعر التيكت كمان شيء رمزي، يعني مانو كل هالقد غالي. او نحن حبينا نعمل شيء غير ربحي، نستقطب شريحه جديده من الجمهور برؤيه جديده مختلفه لعالم المهرجانات والحفلات. فهي كانت رؤيتنا وغايتنا بهذا الموضوع. كان مو موضوع انه موضوع ربحي، يعني اكثر ما يكون هو موضوع دعم تقني بوقت ثاني انه اطلاق الشركه. فخيالاتنا كانت ان شاء الله صائبه. المؤتمر الصحفي ما بتتخيلي قديش كنا مبسوطين فيه، لانه كان في دعم اعلامي كثير كبير. وخلال 24 ساعة وسائل التواصل الاجتماعي، السوشيال ميديا، المواقع الإلكترونية العربية لحتى، يعني في ناس نزلت من بيروت، ناس نزلت من دبي لتحضر هذا المهرجان. تشجيع للسياحة الداخلية من أحد أهداف المهرجان، ونستقطب رجع السياحة الداخلية. كان في كتير ناس عم تتواصل معنا للحفلات، انه في ناس من محافظات تانية، من حلب، من حمص، من لقدية، جاي تحضر الليلة الثانية. في عالم طالبت بتمديد المهرجان لأنه تماماً ما يعتبر قصير. بصراحة نحن كان عندنا 3 أيام المهرجان، بس في تنسيقات وحجوزات، فقررنا يكون في حدث قريبا يعني خلال هاي السنة، وإن شاء الله السنة الجاي رح يكون أكثر من يومين أكثر وأكبر. باسل خلينا نروح ونشوف مع بعض المؤتمر الصحفي. محمد مجذوب وعبود برمدا يلي هنا كانوا يمكن افتتاح المهرجان، وخلينا نتابع هاللقطات يلي رصدتها كاميرا صباحنا غير مع زميلتنا لينا شيبون. هيدي النجاحات اللي عم نحققها اليوم إذا ما بلشت بحب أهل البلد لإلها بتبقى ناقصة، هيك فرحة ناقصة على طول. ودعم أهل البلد هيدا الشيء مثل ما قلت لك قبل بيفرحني وبيكبرنا على طول، مش خلينا نشوف حالنا قدام كل الدول العربية. يعني النجاح على طول، النجاح مثل ما بقولوا إذا ما كان موجود وحسيت فيه ببلدك كما بتحس فيه بمحل تاني. وهذا كمان سر كبير، لازم كل الفنانين السوريين يهتموا لأمر هذا الموضوع. أكيد بيعني لي كتير 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 أنه أنا اليوم بسوريا وبهيك حفل ضخم، أكيد إلي الشرف أني يكون موجود ومع هيك ناس بروفيشنال طالعين جديد ولسه ومتحمسين. هذا بيهمني أكتر يعني من أني أنه والله يكون شيء قديم وكذا ومهرجان قديم وأنا أكون فيه. كتير مبسوط إنه اليوم موجود، يمكن لتاني مرة أنا بالشام، وإن شاء الله هيك اليوم نعمل شيء كتير حلو مهم. الفكرة من هذا المهرجان هي مثل ما حكيت قبل شوي، هي تنشيط السياحة الداخلية. تمام، نحن عم نحاول اليوم، يعني نحن بغض النظر عن موضوع ربح أو خسارة، نحن ما بيهمنا هذا الموضوع مبدئيا، قد ما بيهمنا تتنشط السياحة الداخلية بسوريا، وإن شاء الله السنوات القادمة ننشط السياحة بشكل عام. نتابع مع بعض المؤتمر الصحفي والأجواء. الأجواء كانت جدا جميلة بالحفل، كان عدد كتير كبير من الناس، كان في تفاعل كتير حلو. خلينا نحكي عن هي الأجواء كيف كانت. أجواء كانت كتير حماسية، يعني نحن بصراحة كتير كنا هيك محمسين ومتوقعين هذا الشيء. بس حذر شو أجواء اشتياق، اشتقنا اشتقنا لهيك حفلات. الناس كتير حابة تنبسط تعيش الفرح، لأنه عن جد سوريا تستاهل الفرح. يعني التفاعل الجمهور
يعني ما كان يريد تخلص الحفل، يعني احنا كنا واقفين هيك عم نتفرج وعم نشوف العالم وكيف متفاعله، كيف انه المسرح اتعبى بشكل كامل، كيف كان التنظيم حلو والجمهور كان متفاعل كتير، يعني حتى الفنانين كانوا واقفين على المسرح انه قلبهم ضل معلق. يعني احنا خلصنا الحفله كان عم بيقول لي محمد وعبود انه كنا حابين نكفي لاخر الليل. فهذا الشيء كثير بيعطيك طاقه وقوه انه احنا اليوم كجيل شباب قدرنا نعمل هيك شيء، قدرنا نرجع الافراح بهي البلد وقدرنا نعمل هيك حفلات قويه. هذا الشيء بيعطينا يعني نفس الوقت ثقه ونفس الوقت مسؤوليه، بحملنا مسؤوليه لتكون حفلاتنا ومهرجاناتنا القادمه اقوى واقوى. ولنسبه انه احنا بسوريا في عنا مواهب وطاقات شابه، طاقات شابه بتقدر تعمل كل شيء. صحيح. بس الحفله القادمه ب 15 شهر صح؟ ب 15 ب 15 9 مع النجم السوري الكبير نصيف زيتون. كثير من الاشاعات قالت انه سكرتوا البيع، ما بقى في بطاقات، ولكن خلينا نخبر المشاهدين انه في بيع، وخلينا نحكي عن حفله نصيف شو محضرين لها. تماما. خلصنا هاي الحفله الحمد لله كانت كثير ناجحه. عنا تحضيرات لحفلة النجم نصيف زيتون واللي أول مرة بلتقي مع جمهوره على هيك مسرح، ورح يكون في مؤتمر صحفي لأول مرة كمان بيطلقوا بدمشق ب 14 الشهر بشيراتون، فندق شيراتون. البيع ما سكر اليوم من الساعة 12 للساعة 6، فيكم تتواجدوا بدار الأسد الثقافة والفنون ومسرح دمر، تقدروا تحصلوا على البطاقات بكل سهولة من 12 للـ 6. شو محضرين شغلات التحضيرات؟ والله إنه يعني شو البرنامج؟ برنامج الحفل طبعا محضرين كتير تحضيرات ضمن المهرجان. قلت لك بالليلة الثانية في مؤتمر صحفي خاص الفنان نصيف زيتون، بعدها رح يكون ثاني يوم رح تكون الحفل طبعا نفس الترتيبات اللوجستية بتخص تنظيم الحفل، بطاقات الدخول. حاولنا انه نرضي كتير شريحة معينة من الجمهور، كان في عنا اقبال كتير كبير للبطاقات، يعني بنصور اليوم يكون اخر يوم يعني سولد اوت. خلص اليوم عن جد تسكر البطاقات، ونحن بصراحة يعني زعلانين حابين يستمر المهرجان اكثر واكثر. هذا اللي بدي اسالك عنه، والناس اللي كانت كمان عم تتساءل انه وقت المهرجان كان قصير، خلينا نحكي بالدورات القادمه. طبعا. هو سنوي سيقام ان شاء الله كل عام قد ايه رح يكون في يمكن وقت اكثر للناس، يكون في تمديد للمهرجان، يكون في ايام اكثر، بما انه اول مره يمكن كانت التجربه مختلفه نوعا ما. اكيد كان في نجاح. حاليا في دراسه لنعمل يعني حدث مرافق للمهرجان خلال هاي فترة السنة. المهرجان راح يكون بشكل سنوي، يعني الحد الأدنى من 3-4 ليالي. ما راح نختصر بدمشق، راح يكون في محافظات تانية، هي قيد التحضير. وراح يكون معنا نجوم أكيد من الوطن العربي ونجوم سوريين، احنا هدفنا الأساسي دعم الفنان السوري، بالإضافة راح نكون في نجوم دعم السياحة الداخلية مثل ما قلت. فنوعا ما في، نعم، فمشجعين هذا الشيء ومكملين إن شاء الله بمسرح وبعدة مسارح تانية بعدة محافظات. وبصراحه في خطه للاستقطاب للعالميه، حابين نستقطب نجوم عالميين لسوريا. حلو. لنثبت انه نحن ببلد بحب الحياه، ببلد انه ما ضل عنا شيء، نحن بمرحله اعاده الاعمار بناء سوريا الجديده. قديش بده جهد يمكن ومتابعه وضغط كثير كبير عليكم لما يكون كل مره الطموح اعلى؟ اكيد هذا هو تحدي بالنسبه لنا، بس صدقيني تعبنا، قضينا ليالي كثير ما ننام فيهم، بطاقات، تجهيزات، تحضيرات، طباعه، اعلانات، قصص عم حاول ندعم فيها. يعني وقت يجي الفنان لهذا المهرجان يكون فخور، يعني من الايتو زد قلت لك، من الحملات الاعلانيه، من السوشيال ميديا، يعني حتى الفنان، انا في كثير فنانين حتى كانوا معنا بالمهرجان بلشت تجيهم حفلات ودعايات عن طريق المهرجان اللي صار. فهي رساله كثير حلوه، نحن عم ندعم اليوم الفنان السوري. بدنا نحضر اكثر، بدنا ننجز اكثر، بدنا ننجح اكثر، هي رسالتنا، فلازم نكون قد هذا التحدي. يعني احنا فريق عمل كثير صغير موسع قدرنا نعمل هذا الشيء، وحاليا عم نسعى نكبر حالنا اكثر. وان شاء الله نحن نكون كسوريين قد هذا التحدي واكثر. بدي اقول لكم كمان احنا اطلقنا الموقع الالكتروني الخاص لايفنزا، ايفنزا دوت نت، هو فيه كل الاخبار الفنيه بتخص الشركه، كل الشغلات الجديده اللي عم نحضرها. وفي عم نحضر لحدث رياضي فني قريبا رح تكونوا انتم متواجدين معنا فيه. حابين نشجع الرياضه كمان، يعني نحن كمان سياحه رياضه، حابين كل شيء بالبلد وكل حدا من موقعه يشتغل لهي البلد. نحن اكيد جاهزين لاي خطوه، اكيد نحن كل صبايا صباحنا غير جاهزين لدعم اي خطوه بتنجح اي عمل سوري بامتياز. بعد الحفلات اذا طلب منكم التمديد او الحفله او اعادتها بثاني يوم في امكانيه ولا؟ نتمنى ان شاء الله. يعني في كثير حفلات صارت بالدار طلبوا منهم العالم تمديد او اعادتها بثاني يوم او ثالث يوم، في هيك شيء ولا لا؟ هلا بصراحه حاليا نحن انه ما لنا حاطين هي ضمن الدراسه، بس حسب الاقبال اللي عم نشوفه، يعني بصراحه هذا الشيء راح نشوفه حاليا مع نصيف حسب هو ما يقرر. بس صدقيني من هلا انه عندنا كنا طاقه وحماس لننجح هذا الايفنت.
نحن ما عندنا اي مشكله بتمديد هذا الحدث او بالتعاون مع جهات ثانيه لنكمل المهرجان. توقيتنا كان هو بنهايه الصيف، حفلات الصيف حابين نعمل شيء لينبسطوا العالم ويقدروا يفرحوا بطريقه كثير مدروسه، بطريقه كثير راقيه وحضاريه. فيا رب. وانا اكيد بشكر الاخباري السوري دائما مواكبين المؤتمرات، دائما البرنامجكم كثير متابع وقلنا شرف ضلوا معنا بشكل دائم. نحن اكيد كمان فخورين بجهودكم يلي عم تبذل من اجل دعم المواهب الشابه ويمكن زرع الفرحه بقلوب كل السوريين. شكرا كثير لك يا باسل، وشكرا كثير لكل الفريق يلي كان معك وناطرين اكيد ب 15 شهر حفله كثير مهمه بسوريا ولاول مره مع ناس بزيتهم. بدي اشكركم، بدي اشكر المواكبه، بدي اشكر الجمهور، بدي اشكر هي المحبه اللي ما خلتنا ننام عن جد امبارح. المحبه ما خلتنا ننام. بدي اشكر كل الاعلاميين عم بيكتبوا عنا بطريقه حلوه، هن اللي كمان عم شجعونا لانه بضل الفن والاعلام وجهان لعمله واحده مثل ما بنقول. نحن بسوريا قادرين نعمل المستحيل اذا بدنا نقدر اكيد. اكيد طول ما في شباب مثلك اكيد فينا نعمل كثير اشياء. نتمنى لكم التوفيق، نتمنى التوفيق لكل فريقكم. عم نشوف بعيونك تحدي وحماس ومحبه. فشكرا كثير لك وشكرا لكل القائمين على هيدا المهرجان. اما هلا مشاهدينا بننتقل لغرفه الاخبار للاطلاع على اخر المستجدات السياسيه بسوريا والعالم مع زميلتي علا ابو خضر. يسعد صباحك علا. يسعد صباحك نور وشكرا لك. مشاهدينا نبقى مع موجز لأهم الأنباء بعد الفاصل. أهلا بكم. أكد مصدر عسكري أن وحدات من الجيش استعادت السيطرة على قرى المشارفة وهبرة الشرقية جنوب شرق جب الجراح بريف حمص الشرقية، وكبدت إرهابيي داعش خسائر بالعديد والعتاد، كما سيطرت على قرية أم الصهاريج بناحية جب الجراح. إلى ذلك أعلن مصدر عسكري أن وحدات من الجيش استعادت السيطرة على قرية الشولة جنوب غرب مدينة دير الزور بحوالي 22 كيلومترا بعد اجتثاث آخر تجمعات إرهابيي داعش منها، كما واصلت وحدات الجيش عملياتها العسكرية ضد إرهابيي التنظيم في دير الزور وسيطرت على تلة علوش المطلة على منطقة المقابر. وصلت إلى دير الزور قافلة صحية تحتوي على عيادة متنقلة وسيارات إسعاف وكميات من الأدوية لمشافي المحافظة. تعلمون من تاريخ النصر ب 5/9 وجه سيادة الرئيس بشار الأسد بتوجيه كافة المواد الضرورية والطبية والإسعافية والمواد الغذائية إلى مدينة دير الزور. الحقيقة مكافأة لصمودهم ولما قدموه من شهداء وجرحى وما أيضا عانوه من فترة الحصار الطويل التي استمرت لأكثر من 3 سنوات. كما تلاحظون البارحة كان هناك قافلة سوريا للتجارة فيها كل المواد الغذائية يتم توزيعها اليوم. أيضا بالنسبة اليوم قافلة الصحة بتوجيه من أيضا السيد رئيس الحكومة ووزير الصحة، حضرت قافلة اليوم تتألف من عدة سيارات، 4 سيارات إسعاف ستقوم بنقل المصابين نتيجة القذائف الإرهابيين والمرضى إلى مشافي دمشق. هناك عيادة مترقلة لمدير صحة دير الزور، هناك سيارة إسعاف أيضا لدير الزور، وهناك شاحنتين محملتين بالأدوية والأجهزة الطبية حمولتها حوالي 9 طن ستوزع مجانا بالنسبة للأدوية للأخوة المواطنين. وجهت وزارة الدفاع الروسية انتقادا إلى الدول الغربية والمنظمات الإنسانية حيال مواقفها من تقديم المساعدات إلى المدنيين في المناطق التي يتعرض فيها تنظيم داعش التكفيري إلى الهزيمة على يد أبطال الجيش العربي السوري. وقال الجنرال إيغور كوناشينكوف المتحدث باسم الوزارة إن الوضع الإنساني في المناطق السورية الخاضعة لسيطرة الإرهابيين يثير قلق وتوتر باريس ولندن، بينما الصمت يعم وسائل الإعلام الغربية فور تحرير تلك المناطق، مؤكدا عدم تلقي الحكومة السورية أو مركز المصالحة الروسي لأي اقتراح من دول غربية بإرسال مساعدات إنسانية إلى دير الزور بعد فك الحصار عنها الأسبوع الحالي.
وفي تطور جديد بفصول الأزمة القائمة بين ممالك وأنظمة الخليج، أعلن النظام السعودي تعطيل أي حوار أو تواصل مع النظام القطري متهما إياه بتحريف الحقائق. جاء ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان الرياض رغبة الدوحة بمناقشة مطالب الدول الأربع المقاطعة لها. وأعلن النظام السعودي أن أمير النظام القطري أبلغ ولي عهد النظام السعودي خلال اتصال هاتفي رغبته حول طاولة الحوار ومناقشة مطالب الدول الأربع المقاطعة للدوحة. في خبرنا الأخير، فتحت النيابة العامة التركية الخاضعة لسيطرة رجب أردوغان تحقيقا بحق النائب عن حزب الشعب الجمهوري سيزجين تانري كولو بسبب تغريدة أكد فيها أن الجيش التركي قتل مواطنين بمحافظة هكاري شرق تركيا باستخدام طائرات من دون طيار. ووجهت النيابة العامة إلى النائب كولو تهمة إهانة الدولة التركية ومؤسساتها وأجهزتها، فيما أكدت المصادر أن أردوغان هاجم حزب الشعب الجمهوري قبل خطوة النيابة واتهمه بأنه يدافع عن الإرهابيين القتلة. بذلك نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. عودة إليك نور. شكرا إليك علا. أما هلأ مشاهدينا بننتقل لفقرتنا الأخيرة. نور، محطتنا الختامية لليوم مع إبداع سوري ومسؤولية تجاه الأرض وإعمارها. ومن مصر تم تكريم المهندس السوري طارق المصري في القاهرة من قبل مجلس علماء ومبدعي مصر والعرب عن البحث الذي قدمه، وهو استراتيجية إعادة إعمار مدينة حلب القديمة. يذكر أن المهندس طارق من اختصاص هندسة عمارة وحصل على الماجستير من جامعة حلب، وحاليا موفد بمنحة الدكتوراه لجامعة القاهرة وفق اتفاقية التبادل الثقافي بين سوريا ومصر، وعضو بلجنة التراث بنقابة المهندسين بحلب وعضو جمعية العاديات بحلب. ليا، لنتعرف بشكل أكبر على المشروع بصرنا نرحب معنا من القاهرة عبر الاتصال الهاتفي المهندس طارق. يسعد صباحك وألف مبروك التكريم. صباحكم. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك على شاشة الإخبارية السورية. أهلا وسهلا فيكم. من مصر أم الدنيا وأرض الكنانة، بحب أوجه تحية لكل الفريق الإخبارية السورية ولكل شرفاء السوريين في كل شبر أراضي الجمهورية العربية السورية. وبحب أوجه تحية لرجال الجيش العربي السوري، خاصة للإنجازات والانتصارات اللي حققوها بمدينة دير الزور، وتحية لقائد الوطن المفدى سيادة الدكتور الرئيس بشار حافظ الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية. نعم. أهلا وسهلا فيك أستاذ طارق. بالبداية خلينا نتعرف منك على مشروعك يلي حمل عنوان استراتيجية إعادة أعمار مدينة حلب القديمة. تمام. هلا بصراحة هو المشروع عبارة عن بحث أنا قدمته للمؤتمر العربي الأول للترميم بإعادة الأعمار. هذا رح يصير بالإسكندرية، ورح يتم بمشاركة نقابة مهندسين سوريين ونقابة مهندسين العراقيين. وكان طبعا المشروع هو أنا اخترت الحالة الدراسية هي مدينة حلب باعتبار من مدينة حلب، وحاولت يعني بالمشروع أنه يعني أحاول أنه في تحليل تجارب كثير يعني من الواقع، ونفس الوقت حاول في حللت تجارب عالمية بإعادة الأعمار، خاصة تعرضت للحروب والكوارث. وحاولنا بالمشروع نقدم مثل استراتيجيات، يعني استراتيجيات تكون يعني ملموسة بنفس الوقت، وخاصة بحلب أنه بتظهر كثير بالمعالم والأبنية الأثرية المميزة. والحمد لله يعني ان شاء الله تعالى هي يعني الاستراتيجيات ان شاء الله راح تطبق ان شاء الله ارض الواقع، وراح نشارك ان شاء الله جميعا بإعادة الأعمار ان شاء الله. ان شاء الله. طارق، خلينا نحكي عن اختيارك لهيدا المشروع واهميته باعتبارك ابن حلب الشهباء وخريج جامعتها. خلينا نحكي عن أهمية هيدا المشروع كخطوة اولى في إعادة الأعمار. شو اهم شيء اعتمدته بهيدا المشروع؟ هلا بصراحه في كثير شغلات يعني هي اساسيه او انا حطيتها يعني او يعني بعين الاعتبار. اول شيء انه لازم بالبدايه انه في صراحه اولويات تدخل في مرحله اعاده الاعمار، يعني في اولويات اهم الاولويات يعني لازم انه نحطها بعين الاعتبار،
في البداية أول شيء هلا في عنا أجزاء كتير متبقية من المباني ممكن نستفيد منها. يعني لازم إنه مثلاً هلا في بعض يعني مباني فيها حجارة في شغلات ممكن نفرزها نستفيد منها ونستخدمها بإعادة الأعمار. ثاني شيء لازم صراحة يكون إعادة الأعمار تكون من مشاركة جماهيرية من سكان المدينة القديمة. أن سكان المدينة القديمة هن عارفانين أو أكثر دراية بإعادة الأعمار، يعني عارفانين إنه مثلاً نحن بدنا هون نرجع الطابع القديم أو النسيج التاريخي للمدينة القديمة. وكمان نفس الوقت لازم يكون عنا هلأ بهالمرحلة نجمع جميع المخططات المعمارية اللي تلزمنا لمرحلة إعادة الأعمار. ليش؟ باعتبار هلأ في مأذنة الجامع الأموي اتدمرت، المأذنة هلأ من قبل جرى ترميمها، ونحن الحمد لله في كتير مشكورة في لجنة تراث نقابة المهندسين وفي مديرية المدينة القديمة كلهم اشتغلوا، وجمعية العاديات والنقابة المهندسين اشتغلوا بترميم مأذنة الجامع الأموي. نحن هلأ نحاول أكبر قدر نكون عنا بنك معلومات لكل شيء، حتى يعني حتى هلأ المأذنة هي يعني موجود كل المخططات المعمارية والتنفيذية بشان يعني بشان كان بالترميم يعني ترميمها. فنحن إن شاء الله تعالى إنه أهم شيء هلأ حاليا إنه نحاول نحافظ أو نحفظ يعني الأجزاء المتبقية موجودة من المباني المدمرة نحافظ عليها أنه نستفيد منها بمرحلة إعادة الأعمار. نعم سيد طارق، الاستراتيجيات يلي وضعتها بمشروعك قد رعيت فيها خصوصية المدينة القديمة بحلب؟ ويمكن هي مشروع صعب كتير وبده مراعاة للعديد من الخصوصيات ومن جماليات هذا المكان. أستاذ طارق قطع الاتصال. أستاذ طارق عم تسمعنا؟ ألو؟ نعم أستاذ طارق، خلينا نحكي قديش رعيت خصوصية حلب القديمة وخاصة باحتواء لأهم الأماكن. أستاذ طارق ما عم تسمعنا؟ ألو؟ ألو، نحن بدنا نشكرك كتير أستاذ طارق. نحن أكيد فخورين بكل خطوة عم يقدموها شبابنا، أكيد بكل تفاصيل عم تقدمون كنتوا بالبلد أو خارج البلد لأجل البلد، وموفقين بكل خطواتكم. أكيد نتمنى له التوفيق. مشروع إعادة يمكن مدينة حلب القديمة هو مشروع جدا مهم، نتمنى له التوفيق للأستاذ طارق وننحييه على هيدا المشروع، بنقول له ألف مبروك مرة تانية على هيدا التكريم. يمكن اليوم محطتنا كانت غنية ليا، محطتنا كانت كاملة عم تحكي عن مشاريع سورية هادفة. كان معنا الفينيق الطائر المسرحي، وكان معنا منسق مهرجان الشام الأول والمهندس طارق من القاهرة القائم على مشروع إعادة أعمار حلب القديمة. يمكن ضمن الظروف اللي عم نعيشها والحرب اللي عم نعيشها في كتير من الشباب السوري عم يقدم شيء كتير حلو على أرض الواقع، فبنتمنى له التوفيق. أكيد نور، وكمان بدنا نشكر كل الضيوف يلي كانوا معنا من جديد، وبدنا نشكر متابعتكم مشاهدينا. حلقتنا لليوم أكيد وصلت لنهايتها، بكرة حلقة جديدة ومواضيع جديدة وضيوف جداد، وأكيد نحن كتير منكون فخورين بكل الفعاليات يلي بتكون مرافقتنا، وأكيد كاميرا الإخبارية السورية رح ترصد كل الفعاليات. تحيتنا الأخيرة لأبطالنا وأبطال الجيش العربي السوري، الله يحميكم يا شباب. وبالختام بدنا نودع مشاهدينا وشكرا لحسن المتابعة. باي باي. رحلتنا الصباحية لليوم خلصت، أكيد التحية بالبداية والختام لرجال الحق رجال الجيش العربي السوري، بكم النصر يولد من جديد كل يوم، إلى اللقاء.